السلام عليكم متابعي قناتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما عودتكم يعني كل اسبوع كنمشيو عند الحريزي كنشوفو يعني الجديد اللي عنده. مرحبا بك السي الحريزي، كي داير؟ لاباس عليك؟ مرحبا بك مولاي عندنا. كيسلموا عليك المتابعات ديال القناه. والله الا قالوا يسلمي بزاف على السي الحريزي. بارك الله فيك. المهم راه جايب لكم ثاني بيجامات غزالين، والثمن كما العاده غنبداو من ديال 65 درهم. كيف ما كتشوفوا معايا اول موديل غيورينا السي الحريزي هو هذا. ها انتم كيف ما كتشوفوا مكتوب انا موتشينو في هذاك نونوس تما. كاين هذا الموديل هذا فيه جوج الوان، كثر من جوج الوان. كاين هذا بدا نوريكم لو غري وهذا اللي فيه لوغوز، وكاين هذا الشكل هذا ديال باكس باني. ها هو فيه هذا المود، فيه هذا الشكل من القدام، وفي هذا لي موتيف كيف ما كتشوفوا معايا من اللور. ها انتم بيجامات صيفيين غزالين انيقين، الثمن ديالهم 65 درهم عند الحريزي ودخلت. مرحبا دائما الاثمنه المناسبه والجوده العاليه. اللي بغيت نقول يعني قبل ما نبداو نشوفوا القطع الاخرين، قلتي لي كاين واحد لو بتي كادو دايروا ثاني هذا السبت والحد. دائما انا معاهم دائما في كادو ودائما بارك الله فيك. حد مرحبا بهم اللي جا شرى عندنا ثلاثه البيجامات، راه كنعطيه بتي كادو. هانتوما واحد الحلقات يعني كيبغي يدير هو دوك لي جيست. العيالات انا عندي مع العيالات وعزازين عليا العيالات صراحه. هانتوما اللي جات غتاخذ الا شريت ثلاثه البياسات غتاخذ حلقه فابور. غير نبغي نوضح واحد الحاجه، انه راه يعني السي الحريزي ماشي مجبور يدير بحال هاد الشيء اصلا. دير الاثمنه مناسبه، الجوده زوينه، غير هو كيبغي يدير هاد لي جيست هادو. عزيز عليه انه السبت والحد دير واحد لو جيست للناس اللي غادي يجيو يتقداو، يعطيهم واحد الكادو اللي هو رمزي. فوالا. المهم كيف ما شفتوا معايا ورانا البيجامات الاولين هادو اللي كيجيو ب 65 درهم. دابا غنشوفوا البيجامات الاخرين. ها انتم وريتكم هاد البيجامات هادو اللي كيجيو قطعه واحده، قلت لكم 65 درهم. دابا غنوريكم البيجامات اللي كيجيو تاهما غون تاي والثمن ديالهم تاهما 65 درهم. كيف ما كتشوفوا معايا كاين هاد الموديل هذا، كاين هذا غون تاي 65 درهم. انتم كيف ما كتشوفوا ها هو هما اللوين ديالو زوين، كيجي الكولدير فيه هاد لي بوطون هادو، راه ما كيتحلوش غير ديكور. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا في هاد البليات حتى هما ديكوراتيف، وكتجي بحال هكا طويله وفريمون عريضه. السروال الفوقاني ديالها هو اسبرون كيكون ماري مع السروال. فوالا ها هو السروال. تلاش منها العبارات، العبارات ديالها مناش؟ كرون طاي هي، هاد الموديل فيها كرون طاي. فيها غالي فيها غالي كرون طاي هاد الموديل. بزاف ديال كرون طاي، وكاين اشكال اخرى، اشكال اخرى طايات ستوندار بشي طاي. هذا بالنسبه للناس اللي كيبغوا الكرون طاي، كيبغوا شي حاجه عريضه. هانتوما السروال ديالها هو. السروال ديالو ها هو نوريه لكم اسبرون. ها انتم كيفاش كيجي، غنبعد باش تشوفوا شوفوا شحال عريض. وفيه اللوان بالنسبه للون تاع هما، راه كاينين اللوان وريض. فيه قال لي اللوينات، هنشوف ما نوريكم. نوريكم الاول اللون الاخر ها هو الشيبي ديالو. هذا بحال واحد النيود يعني بارد، وهنا عندنا بحال واحد الزريق حتى هو بارد كيف ما كتشوفوا معايا. ها انتم غنوريكم البيجامه. ها انتم كيفاش كيجي داير فريمون غزال، نفس الموديل غير هذا لون وهذا لون. بغيت نسولك هادو واش قلنا فيهم لي طاي ولا ستوندار؟ هادو ستوندار. ها انتم ستوندار حيت هما عراض ديجا، عراض رقيقه يجي معاها واللي عامره شويه يجي معاها. وكاين عاوتاني هذا الموديل هذا، حتى هو هذا فيه لون واحد، هذا حتى هو 65 65 درهم. حتى هو فيه لون واحد كيف ما كتشوفوا معايا، فيه لون واحد ولي طاي كاملين. لي طاي كاملين. ها انتم فريمون زوين انيق هذا، تقدروا تخرجوا به هذا التريكو، تقدروا تخرجوا به. كيتلبس يعني ماشي غير بيجامه. نوريكم السروال ديالو. ها انتم السروال ديالو ها هو. كيتستعمل على جوج، كيتستعمل الجين بوحدو السروال بوحدو. فوالا ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا، فيه افي جين، فيه واحد الثنيه من التحت بحال هكا الجويبات. الجويبات ها هما. ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا، ولا ستيك من الفوق فريمون غزال. وبالنسبه للتحت هو الثنيه اللي فيه. ها انتم كيفاش كيجي داير لي ديتاي. الديكور دابا هو اللي خارج، دابا الثنيه هي اللي خارجه. اللي خارجه دابا. هادو راه قلت لكم بيجامه انيقه في الدار، بغيتو تخرجوا به راه كتخرجوا به. حتى هو 65 درهم ياك. 65 درهم. 65 درهم. ثاني هكا. زوينه هادي ديال ميكي. ها انتم شوفوا شحال زوينه. 65 درهم غزاله. ونشوف السروال ديالها دابا، هادو ها سولد حيت هادو كنا دايرين لهم 100 درهم. مال داكشي اللي كنقول انايا، حيت هاد في بلاصه اخرى كاين اللي غيشوفهم دابا يقول لك لا كديروا ثمن هكا وكديرها، كنديروها بروموسيون. بروموسيون يعني جيو. هادو كنا بعناهم 120 درهم، 100 درهم. دابا 65. 65 درهم. ملي كيخرجوا موديلات اخرين كتاخذوا انتم الموديلات اللي بقاو عندكم وكتدوا لهم ثمن. حيت كاين اللي كيشوف دابا كيقول لك هزتوا عليا، راه ما كنزيدوش. لا ما يزيدوا حتى شي حاجه، الاثمنه دائما مناسبه يعني سورتو عند الحريزي. الاثمنه مناسبه دائما. زوين هذا السروال ديالو غزال، فيه ديك الميكي مكتوبه في رجل وحده، وكيجي من التحت بحال هكا على هذا الشكل، فيه الجويبات ولاستيك.
فريمون غزال، كتاخذوا بيجامه انيقه كتحمر الوجه 65 درهم فيها لي طاي. فيها لي طاي اي حاجه كنقول كندوز عليكم فيها لي طاي. حتى هذه غزاله، هذه ديال باكس باني، شوف كيفاش دايره. هذه انيقه، ها انتم غنوريكم لي ديتاي. شوفوا الكول ديالها كيجي فيه في الغوز. هذه مزيانه حتى هي، وهذه بعناها 100 درهم. ها انتم والله الا زوينه هذه. هذه اللي خرجوا بها هذه بحال سيغفيت. هي الخروج راه كاين اللي خداوها الناس عندنا، خداوه ب 80، كاين اللي خداها ب 100، وكاين اللي خداها ب 80. 80 درهم. دابا رديناها 65 وما يكعاوش علينا. ايوا كل شوف كلها ورزقه كلها وزهره. وما يكعاوش علينا يقول لك لا لا والله لا 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 لا، هانتوما كلشي كتسمعوا على ودنيكم هانتوما. باش تعرفوا، حيت كاين ملي كيجي عندك الكليان كيقول لك لا انتوما كديروا الثمن. راه حيت لي موديل كيتبدلوا انتوما كل مره كتجيبوا. ضروري خاص الناس دير لهم بروموسيون، ما تخليهمش بلاش. السروال ديالو اه طويله، جاتني طويله انايا، راه ماشي قصيره. تقدري تلبس بودي بوحدو. بوحدو تلبس بودي بوحدو. والسروال ديالها، السروال ديالها هذا اللي تقدروا تلبسوه في الدار. هانتوما كيفاش كيجي داير فريمون غزال، كيجي بحال الشكل ديال ان كولون، كيجي شويه مجموع. هانتوما حيت هي طويله، حيت هي طويله، حيت هي طويله، فيها الجويبات. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي دايره، تلبس طويل داكشي علاش كيجي مع الكولون. اه وفيها الجويبات هانتوما كيفاش دايرين، فريمون انيقه. هذه تقدروا تاخذوها ديروا مع سروال كحل وتولي جوجينغ، وتولي سروال كحل، سروال ابيض، اي سومو، حيت السوم باين مع هنا في الجيب وفي الكل، ولكن حتى الكحل يجي معاه، يجي معاه زوين. حيت قلت انا على حساب ذوقي انا الكحل يجي معاه زوين. ودابا غندوزو ديال 80 درهم. ديال 80 درهم اوكي. هنا غننتقلوا للموديلات. هذه قلتي ديال 80 درهم. 80 درهم. شوفوا معايا الموديل تاع 80 درهم شحال زوين. ما بغاش يلبس. اه غزاله. ها انتم الصاله ديالها فيها زوين. شوفوا معايا هنا السروال مقبوط. شوفوا معايا كتجي كلها معرشه، ذوك العريشات فيها خفافين وحلوين. لا بوند كتجي معرشه. كتجي هنا سامبل. هنا مكتوبه بيس. كيجي الكولغون وفيه واحد لوبتي بابي. غزاله والثمن 80 درهم. وفيه لي طاي، وفيه لي طاي، وفيه جميع لي طاي، وفيه اللوينات. هذيك اللي وريتكم انا في لوغري، هذه في الزرق، وهذه في لوغوز. لوغوز سومون. ها انتم شوفوا معايا شحال غزاله، 80 درهم. والله الا فريمون رائع، البيسه رائعه. ها انتم شحال انيقه، شوفوا اليديات كيفاش دايرين. الناس اللي كيبغيو البساطه، كيبغيو لا سامبليسيتي، وشي حاجه اللي تبان انيقه، هذا الموديل ديالكم. هذا الموديل ديالنا، وكاين موديلات اخرين حيت ما كيكونش الوقت باش تبين الموديلات كلشي. انا كيدير 80 درهم. انا كنوريكم غير حويجات والناس ملي كيجيو يكتشفوا. جوج موديلات ثلاثه كنوريهم ديال 80 درهم، وكاين اشكال اخرى. كاين الواحد كيعزل بصح، كاين ديال 80 درهم في مونبرا، كاين دومين سيزون، وكاين القطن، كل واحد شنو كيبغي. كاع 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 الاذواق ديال الدين. كاين الواحد كيعزل، وبالنسبه لما حال شي حاجه ما عجبتش شي حاجه بدا يعلق لينا يقول لنا شنو كاين. حيت راه ما يمكنش نعرفوا كل شيء. قولوا لهم لي كو ديالكم، اشنو اللي كتبغيو. يجيبوا لكم شي حاجه في المحل يقول لنا شنو ديروا، حيت راه حيت هما خدامين معاكم وبيكم. باش تعرفوا هذه القضيه، الا كانوا مثلا شي موديل شي حاجه بغيتوها، شي حاجه بغيتوها ولا فوالا كتجيوش للمحل ما كتلقاوهاش ولا شنو، قولوا قولوها ليهم، وهما راه كياخذوا كلشي داكشي بعين الاعتبار. الملاحظات كلها كتخذ بعين الاعتبار. كاينه هذه الزرقاء هذه 100 درهم فوالا. كاينه هذه تاهي، شوفوا معايا شحال غزاله. هانتوما السريويل فيه جويبات. هانتوما هنا فيه بحال اون بوند، الا كان ممكن هذا غتجي بحال واحد لا بوند. هانتوما هنايا جويبات بيض، وفيه كل لي بابيون هابطين فراشات حتى لتحت. سريويل سامبل وتريكو، في واحد البابيون هنا بلاست خاص. كاين اللي كيشدو راه كاين فوالا، وكاين هنايا بحال السير كيتسد. واحد واحد لاتوش ديال الدونتيل من هنايا. هذه تيفا كاع لي طاي، هذه فيها لي طاي وفيها لون واحد. فيها لون واحد، هو اللون هذا اللي كاين. 100 درهم. 100 درهم. حيت كاين بعض الناس كيشوفوا الثمن كيقول لا الثمن هذا لا، هذه الثمن ديالها 100 درهم. 100 درهم. وكاين هذه الصفرة هذه، هذه عودناها. هذا كنا شفنا دابا نوريها لكم باش تشوفوها ملبوسه كيفاش كتجي. شوفوا كيفاش كتجي شحال غزاله. وهذه فيها لون واحد، حتى هي لون واحد كما قلنا. دايره 100 درهم. 100 درهم ثمن رائع، وكتاخذوا شي حاجه اللي انيقه. فيها من الام حتى للدوز اكس ال، من الام حتى للدوز 2 اكس ال، وهذه حتى هي من الام حتى للدوز اكس ال. من السمول هذه، هذه من السمول حتى حتى للجوج اكس ال، وحتى هذه كنظن هذه من الميديوم، من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. حتى للدوبل اكس ال. هانتوما 80 درهم، هذه 80 درهم، هذه 100 درهم، هذه 100 درهم، وهذه 100 درهم، هذه 100 درهم. كلشي انيق تبارك الله، والاثمنه في المتناول. وكاين دابا ندوزو للسوربيت، درنا لها الصول حتى هي. اه هانتوما السوربيت هادو راه الناس اللي كاين اللي عايشوا بها يقول عارفوا بشحال كانت. اه هادي راه كانت اللي شراوها قبل. اخر ثمن ديالها كانت 130 درهم، دابا الصول شحال درتو لها دابا؟ دابا الصول 100 درهم. 100 درهم. دابا خاصك دير الصول باش تهلا فيهم باش كلشي يلبس. لا كلشي كلشي يلبس. الناس راه شكروكم في التعاليق، راه كتقراو التعاليق، الناس عجبتهم السلعه، وكيف ما كتشوفوا دائما الجديد، كل اسبوع تيكون جديد. والتعاليق حنا مازال ما شفنا والو، ما عمرها تجي وحده علقات علينا تقول لنا شنو كاين. لا لا كيعلقوا، انا اللي كنقرا التعاليق. كنقرا التعاليق تيقول لك كلشي زعما زوين، كلشي تبارك الله غزال.
هانتوما هادي 100 درهم 100 درهم شوفوا الجويبات كيفاش كيجيو ديالها وكتجي مقبوطه من التحت هو الفوقاني ديالها والفوقاني ديالها كيجي في النواغ وفيه هذاك لو غابيل في اليديات هانتوما كيفاش كتجي دايره وبالنسبه للطاي ديالها الطاي فيها السمول حتى الاكس لارج من السمول حتى الاكس لارج وكاين عاوتاني هذا الموديل حتى هو مسولدي هذا مسولدي كنا شفناه في واحد الفيديو ولكن ولكن غزال انا كان عجبني هذا الموديل لان عرفتي علاش هذا تقدروا تخرجوا به كي قلت لكم بحال شكل سيغ هو سبور كيستعمل الدريات فيه لي طاي كاملين فيه السمول حتى الاكس ال من السمول حتى الاكس ال كيجي بحال هكا غيي والسروال ديالو كيجي سامبل سامبل هو السروال نذكر لكم السروال انتوما نعاود نذكر 100 درهم 100 درهم هو فيه الجويبات السير كيجي حتى هو لتحت ومقبوط انتوما كيستعمل اكثر دابا الناس كيلبسوا السروال بوحدهم كيلبسوا لونسون البودي بوحدو بصح 100 درهم 100 درهم كاين هاد فين دينيت ولكن هذا شكل اخر هذا كتجي كلها بحال هكا هذه كامله مزوقه حتى هي 100 درهم 100 درهم وسروالها بحالها السروال بحالها ونذكر بلي طاي من سمول حتى الاكس ال حتى الاكس ال انتوما هادي فيها الكحل وفيها الكرونه نوري الناس هو الكحل الكحل ديالها هانتوما فوالا حتى هو نفس الشيء نفس الشيء اللون مختلف اللون مختلف فريمون غزال فريمون غزال وزوينه لا كاليتي ديال الثوب عجبتني هادي 100 درهم ياك 100 درهم هو السروال ديالو فوالا شوف السروال ديالو هذا كيجي السروال ديالو اوني هانتوما كيفاش كيجي داير مقبوط من التحت الجويبات كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما الشكل فريمون انيقه هادي هادو كاملين 100 درهم 100 درهم ونذكركم وحده هادوك ديال 65 وريهم باش نوريهم وحده من البوسه ما وريناهاش لهم قويله اها هادي 65 حتى هي 65 هادو كاملين دوز لكم ديال 65 كيفاش كيتلبسوا هما هادو اها كنا وريناهم هذيك ديال ميكي اه يا ميكي وكاين كاين هاد الشكل هذا المهم عندهم اشكال مختلفه بدي بيجي اللي هما صغارين ولكن قطع اللي هي انيقه كاين ثاني هذه باش عجبتني عريضه ياك دي بوغ لي غرون طاي فيها كاع لي طاي ولكن واحد كيقول لك بيلا الكرون طاي ها انتم شوفوا هذه كيقول لك كيقول الكرون طاي شوف شحال زوينه هذه دو من سيزون هذه خفيفه هذه صيفيه ها انتم الثوب كيفاش كيجي داير رطب وخفيف الثوب الثوب ما غلطش هانتوما كيفاش كيجي كتجي سامبل فيها واحد الجويب هنايا الجويب وهذا اللون هذا اللي كاين في الجويب هو اللي في السروال هانتوما تخي سامبل هذه في الدار انيقه بوحدها كتلبسيها دابا الناس كيبغيو شي حاجه خفيفه مع الصيف ربيع الصيف يعني من الربيع انت كتولي كتلبس فيها السروال كيجي لارج كيف ما كتشوفوا معايا ديال بحال السروال ديال لولا فيهم هنايا واحد الجويبات وفيهم هنا لاستيك غزاله هذه بشحال حتى هي هذه 120 درهم 120 درهم وفيها ديال 100 فيها جوج موديلات فيها 120 وفيها ديال 100 نشوفوا ديال 100 راه المحل فيه قطع كثيره كثيره بزاف بزاف راه كنت وريت لكم فيديوهات سابقه دابا كنشوفوا غير اللي غير الجديد هذه 100 درهم ها انتم شوفوا ديال 100 درهم حتى هي خطيره فريمون زوينه ها انتم شوفوا معايا لو ديتاي ديال هنايا لو كول كيجي غون وكاين هذه ثاني 100 درهم وفيها ديال 80 كاين حتى 80 ها انتم كاع لي بيجي كاينين اللي فات راه ورينا لهم ديال 80 درهم ها هي فوالا شوفوا كي دايره هذه كاين ديال 80 في نفس لو موديل ديال 80 ديال 100 وديال 120 كل واحد كيختار داكشي اللي بغا شوف هذه ديال 100 درهم شحال زوينه هذه ها هو السريو ديالها ها انتم حتى هو بجويبات كيف ما كتشوفوا معايا شوفوا هذا راه كيخرجوا به الا كان الناس اللي كيمشيو لمروة وشارين سراو تاع مروة غيعرفوا بحال هاد لو جون كيتباع فيها الناس تقريبا حيت الموديلات كتبغي دير لهم شي حاجه زوينه وصافي كتعزل الزواقات من عندك زوينين زوينه فريمون تشوف من الخوف تشوف طيح كلوش يعني بيجاما انيقه ثمن 100 درهم وفيها اللوينات وفيها اللوينات وفيها اللي طايح حيت ما كيكونش الوقت بزاف باش نبينوا الالوان فوالا غير كنقولوها كاين اللوينات وكاين لي طاي دابا الشانتيو ملي كتبغي شي وحده شي حاجه بحال الا كاينه راه كتجي للمحل وكتبدا وكتقلب على خاطرها كتعيط راه كنصوروا ليها راه ما كنخليوش ياك انت اللي كتواصل مع الناس في كتواصل بزاف في الحريزي انا كيتواصل الحريزي ملي كيكون عليه الضغط كيعطيني التليفون انا ملي كنلقى شي حاجه في التليفون راه كنجاوب الناس صافي ودابا ندوزو ديال 120 درهم 120 درهم فوالا نبقاو دائما في بيجامات ديال 100 درهم بغيت نوريكم هذا لو موديل هذا حتى هو يلاه جابوه زوين صيفي كيف ما كتشوفوا معايا كيجي نصكم بحال هكا انتما بيجاما صيفيه بارده الثوب ما نقولش لكم كيفاش داير قطن غزال صيفي ديال هاد الوقيته ديال الوقيته انتما الجيب ديالها هو فيها هاد الزواقه هي اللي كاينه في السروال هي اللي كاينه في السروال ياك 100 درهم هذا 100 درهم شوفوا السريوي كيفاش كيجي داير انتما
السروال كيجي بحال هكا لارج فيه لي طاي. فيه لي طاي من اش كيبداو لي طاي؟ من ال حتى ل 2 اكس ال. من ال حتى ل 2 اكس ال فريمون زوينين. والثمن 100 درهم. 100 درهم. وغننتقلوا لهاد البيجاما دابا اللي كتشوفوا معايا لابساها. هادي كتقول لها دكا ليا ياك هي هادي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي غنوريكم لي ديتاي. كتجي على هاد الشكل هذا، فيها بحال واحد دونتيل من هنايا، فيها لي بوتون ثلاثه لي بوتون، فواحد لو بابيون من هنايا، وكتجي سامبل. هانتوما فواحد الطريزه من هنا فوالا. وكيجي السروال ديالها هو اللي كيجي فيه، هو اللي كيجي فيه لي موتيف. هانتوما تري سامبل وانيقه في نفس الوقت. الثمن شحال قلتي لي؟ 120 درهم. هي الماكسيموم خاصها نديرو لها 130. الناس كيقولوا هذيك 10 درهم تعاون معاهم في الترونسبور، هي كتبقى 120 باش كتبقى الاخر. تبارك الله عليك. حيت كاين اللي كيبغي يتشطر معاك كتقول لي كنديروا واحد الثمن مناسب. انتم لا اثمنه مناسبه فريمون، اثمنه مناسبه. اللون ديالو هو اللون ديال الثاني الغوز، وكاين الشيبي. فيها هذاك بحال ماغون فاتح، وكاين هذا لوغوز هذا، وكاين الشيبي. والشيب وكاين لي طاي، كاين لي طاي من ميديوم حتى ل 2 اكس ال. من ميديوم حتى ل 2 اكس ال. هو لوغوز كيفاش داير؟ ونوريكم دابا السروال ديالو. ها حتى هو فيه لي موتيف كيف شفتوا معايا، حتى هو زوين فريمون زوين. ها انتم كيفاش كيجي داير؟ الثمن 120 درهم. 120 درهم. دابا ندوزو ديال 150 درهم، نوريكم هذه الزواقه هذه. هذه 150 درهم. زوينه هذه 150 درهم. هانتوما كيفاش كتشوفوا؟ كيبغيو جابادور وكرون طاي بلاتي. هانتوما كي قلت لكم هذه 150 درهم. شوفوا معايا فريمون غزاله هذه. بالنسبه نعاود نقول بالنسبه للنساء اللي كيرضعوا، بالنسبه للنساء اللي حاملات، شوفوا معايا موديل جديد هانتوما. وبالنسبه للعيالات كيكونوا شويه هكا عامرات، بالنسبه للميمات حتى هما هانتوما. شوفوا شحال زوينه هذه السروال ديالها سامبل. شوفوا معايا السروال كيفاش كيجي داير. هانتوما غزاله هادي. حتى الاكثريه الناس كيقولوا ليه بيزو بيزو هاد الثوب هادو. والله الا زوين. حيت خفيف. خفيف رطب رطب رطب. وهاد الثوب الفوقاني شنو هو؟ رطب وزوين. هو كيقول لهم بيزو بيزو باش شحال مراك. فريمون غزال. هانتوما شوفوا معايا فيها الدونتيل من هنا، فيها الدونتيل من هنايا الصديفات. شوفوا معايا الزواقه اللي فيها، ثوبها محفر منها. فريمون زوينه. وبالنسبه للوينات اللي فيها؟ ها كاين هاد الخضيضر هذا. الخضر هذا. كاين هاد لو ماغون ف لو ماغون بارد والخضيضر. شوفوا معايا شحال زوينين حتى هما. وكاين الغوز. وكاين الغوز هذاك الاول شنو هو؟ ماشي غوز، هو غوز. هذا السومو. السومو السومو. هذا سومو وهذا هو الغوز. انا عجبني السومو بعدا. هانتوما هذا كادو، يعني ايدي شعدة اللي بغات تهلا في المهمه ديالها تدي لها هاد البيجاما على ضمانتي غزاله. هنشوفوا كاين شي شكيلات اخرين. والمحبي يعني الناس دابا كنعرفوا الغابه جاي ربيع، جاي هكا الصيف، كتبغوا جاي العطله، كتبغوا تخرجوا مع وليداتكم. الحريزي ولد خالتي يجيب لكم بيجامات فريمون غزالين. ولكن المميز البيجامه حنا كنعرفوهم كاينين، ولكن هادو حتى ل 7 اكس ال، حتى ل 6 اكس ال. كاين اللي ما كيلقاش دابا 5 و6 و6 ما كاين اللي ما كيلقاهمش. كيقول لك يوصلوا، كيقول لك اودي خاصك تجيب لنا السوربيطاج كبار. السوربيطاج كبار. دابا حنا جبنا لكم السوربيطاج دايره فايت بيناها ب 300 درهم. دابا درنا لها 280. 280 درهم. 280 درهم وماشي مشكل، ملي كتجي لبرا راه كتعلو فيها وكديروا لها بخاطر. ولكن راه عرفتي 7 اكس ال تلقى السيده 6 و7 اكس ال راه ماشي. وفيها راه كاين اللي كتبغي تعطي كاع الفلوس وما كتلقاش لا طاي ديالها. هانتوما مصاوبين لكم لي طاي حتى 7 اكس ال. من شحال؟ من 3، من 3 حتى 7. من 3 اكس ال حتى 7 اكس ال. هذه هي السروال ديالها. نشوفوا السروال فيها السروال، والثمن ديالها 280 درهم. 280 درهم، يعني ثمن جد مناسب. وكاين عاوتاني هذه الزواقه اللي فايت بيناها وانا نبيعها لكم حيت الناس مطلوبه بزاف. مطلوبه بزاف، وغتجيبوا موديلات اخرى. دابا راه غير وراكم هذا، غيكونوا موديلات اخرين والوان اخرين. حيت الناس هما كيقول لك بين لي، عاود بين لينا الموديل واش كان عندك. هذا هو السروال ديالو. هانتوما تشوفوا معايا السروال ديالو كيفاش كيجي داير. وان شاء الله في الايام الجايه غادي يجيبوا موديلات اخرين والوان اخرين. هانتوما كيجي فيهم بحال واحد ثلاثه ديال، بحال واحد ثلاثه ديال الزواقات من التحت. راك شفتوا الديال ديال لا مارك. وهنايا الجويبات، وكيجي هنا فيه السير باش كيتجمع. فريمون زوينه بخاتيك. والسوربيط يكونوا الزواقات برينجير، يكونوا صحاب لي طاي الكرون طاي وشي طاي. صافي كلشي كاين. والوينات والوينات حتى هما. بالنسبه للميمات ما بيناش اليوم عاوتاني بيجاما طويله. بياسه وحده حتى هي كاينه. بياسه كاينه اشكال، حيت دابا كنبين لكم ها شونفي وحده وحده باش تشوفوا باش تعرفوا اللي كاين. كاين هذا الموديل هذا وكاين موديلات اخرين بزاف. اللي وريناهم قبيله كاين هذا
يعني يعني بياسه واحده وكاين فيه جوج بياسات بحال اللي وريناهم دابا حتى هما موديلات زوينين. وبالنسبه للثمن هذه 100 درهم 100 درهم 100 درهم راه قطن قطن هذه زوينه. انا براسي كنعزلها للناس ما كيقول لي شي واحد بغيتها على وي كنعزلها كتعزلها لي زوينه ديال 80 درهم 100 درهم و 80 درهم حتى هي حتى هي كيختلفوا غير في الموديل كنظن الموديل تنوريه عليكم هي هذه 80 درهم هذه 80 درهم ها هي 80 درهم هي هذه وهذه 100 درهم هذه 100 درهم وكاين الزواقات بزاف ديال 80 مختلفين واللوينات مختلفين داكوغ صافي. وبغى نوريكم اخر حاجه قبل ما نمشي لكم المحل ديال المكياج حتى هو غندير لكم فيه واحد لو بيتي تور. غادي نوريكم اخر حاجه عند الحريزي هي هاد الجلابه هادي لي فريمون زوينه وكان عليها اقبال. هما جاوبوها بواحد الشكل يعني شويه مختلف فيها بحال هاد الشويشات من هنايا هاد الخريصات وهاد الشويشات من هنا كيف ما كتشوفوا معايا ها نتوما كيفاش كتجي ملبوسه. فريمون حاجه ملي كتجي ملبوسه ماشي بحال ملي كنوريوها غير بحال هكاك. بالنسبه للثمن ديالها هادي هذيك 150 درهم 150 درهم طاي ستوندار طاي ستوندار كتلبس كتلبس اه. بالنسبه فيها اللوينات ياك اللوينات راه فيها الكري فيها البلو فيها الكرونا فيها السومو اه الكري الزرق السومو شنو ثاني قلتي لي الكرونا الكرونا كاين اللوان فوالا كاين اللوان فيها وكتجي ستوندار والثمن 150 درهم 150 درهم اه. وكاينه هذه هاد الفراشه هذه حتى هي زوينه هذه يلاه جابوها الثمن ديالها 100 درهم 100 درهم. هانتوما جاي رمضان غادي تبغيو باش غتبغيو باش تبدلوا باش زعما قدام قدام الضيوف هكا باش تبردوا في الدار. فريمون كاليتي ديالها غزاله. انا قصت الثوب هانتوما الثوب رطب فريمون الثوب رطب فيها هاد لو ديتاي من هنايا بحال هاد الشوشه بحال هاد الشوشات من هنا جايه بهم كامله كيف ما كتشوفوا معايا. ولي طاي كتجي ستوندار هادي بحال الجلابه هادي الثمن ديالها 100 درهم 100 درهم. وغيكونوا الزواقات اخرين غيكونوا الزواقات ديال اللوينات مختلفين مختلفين الزواقات ان شاء الله. ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا 100 درهم هاد الفراشه غيكونوا فيها زواقات اخرين طاي ستوندار والجلابه 150 درهم حتى هي فيها بزاف ديال اللوينات وطاي ستوندار. فوالا سي الحريزي بغى يذكركم قبل بالرقم ديال الهاتف ديالهم. مرحبا 06 75 78 07 11 نعاود نذكروا به 06 75 78 07 11. بالنسبه للناس اللي بغاو التقسيط بغاو يسولوا على شي حاجه وبالنسبه للناس ديال الجمله وراه غنعاود نكتبوا لكم في صندوق الوصف لتحت غادي نعاود نكتبوا لكم يعني كتضغطوا على داك السهم الصغير لتحت وكيخرج لكم صندوق الوصف فيه حتى هو الهاتف وفيه العنوان. شكرا السي الحريزي بارك الله فيك كانت حلقه مميزه. شكرا على دي زارتيكل الغزالي اللي كتجيبهم ونشوفوا دابا المحل ديال المكياج. احنا دابا جينا للمحل ديال المكياج فوالا تابع لسي الحريزي نيت بغى يوريكم يعني حتى هو يعاود يرحب بكم يعني فيه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي ندير لكم فيه واحد الدوره. جبتوا شي حاجه جديده انتم غيوريكم شنو هو الجديد اللي جاب. انتم سي الحريزي راه عزيز عليه المراه تمشي من هنايا بالبيجامه ديالها بالمكياج بالبرودوي ديالها بكل شيء يعني كيتعلق بالمراه عند الحريزي. بارك الله فيك والاثمنه دائما بغات الجمله بغات الديطاي اه حتى هي فيها الجمله والتقصير حتى هي فيها الجمله وفيها التقصير. انتم الناس اللي كيقولوا لي ونصيفطوا للمدن وكنصيفطوا لكل شيء اللي بغى الجمله واللي بغى التقصير حتى اللي سميتو راه كيصيفط لينا ونصيفطوا ليه. كيتواصلوا معك على الارقام ديال التليفون تليفون مع عز الدين اها اللي غنحط فوالا هو هذا السيد المسؤول. كيدير سي عز الدين لاباس عليك كيدير مع الصحه الحمد لله الله يبارك فيك. شفنا في الفيديو السابق يعني المحل درنا فيه واحد الجوله بغينا نعرفوا دابا شنو هو الجديد اللي جبتوه هذا الاسبوع. الجديد بالنسبه للطوانيك كاين موديلات جداد جبناهم فيهم اه هما هادو ها هما باينين هادو اه. كاين بحال هاد لي زانو هادي جديد حتى هما شي حاجه ديال لي بوكل اه لي بوكل لي زانو هانتوما كيفاش كيجيو فيهم الطريقه بالبري فريمون زوينين فيهم بحال الحجرات اه فيهم بحال الحجرات وكيبريو كاين بحال هاد الشكل حتى هما موديلات جداد غزالين غزالين وباللوان ديالهم الضوء هادو يمشيو ديال تولي جوغ ويمشيو حتى في لي سواغي مع التكيشطات وداكشي جو زوينين بحال هاد الموديلات تاعهم هادو كاملين موديلات جداد ولي بخي الثمن ديالهم هادي تاهي بالنسبة لهادو هادو ثمن زوين دايرين فيهم 20 درهم 20 درهم اه الثمنة جد مناسبة كنهبطو على الثمن بحال هادو هادو ستيل اللي جديد هادو كيتلبسو في الودن كيف ما كتجي هادي وحدة ماشي بحال وحدة مختلفة على وحدة هادو موديل جديد زوينين هاد جاو هادو بالدوغي ديالهم والارجنتي ديالهم فوالا. بالنسبه للبنيات فريمون اشكال زغزاله كاين بحال هاد الشكل اه هادو ديال تولي جو يجيو في البيرو يتلبسوا مع يلبسوا مع الجليلبات مع الرومي مع كل شيء اه. وبالنسبه لهاد الشكل الثاني كاين بحال هاد
انا تسكيه الارتيزان هذا ما كيكحلو ما والو، هادو هادو ما كيكحلو ما حتى حاجه، اللون ديالهم كيبقى هو هو، كيبقى اللون هو هو. راه الناس اللي خداو عندنا كيبانو بحال النقره كيبانو بحال النقره. الناس اللي خداو عندنا في السيمانه اللي فاتت كيعيطوا لنا وبغاوهم عاوتاني فريمون غزالين بحال هادو. هادو شحال دايرين؟ هادو دايرين بحال النقره، دايرينهم كانس 15 درهم غزالين، ثمن مزيان. هانتوما شوفوا الشكل، تنوريكم الشكيلات اللي كاينين 15 درهم. شوفوا معايا هنايا، شوفوا معايا هادو بحال اللي كيكونوا، بلا ما نقول لكم السميات ديال البوتيكات اللي كيبيعوا هاد الاشكال هادو، هاد لي زاكسيسوار، وكيبيعوهم فريمون باثمنه اللي هما طالعين بزاف. فهنايا يعني اثمنه جد 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 مناسبه، كلشي يتزيز، كلشي يلبس، يعني كلشي يعني كاع لي بيجي كاينين. كاين هادو تا هما اللي بحال التوبياك، بحال اللي فيهم التويبات. وهادو هادو دان، وهادو دان، وهادو فورير تبارك الله عليك كلشي. وكاين هاد الشكل حتى هو موديل موديل جديد وزوين تيبان. ها انتم كيفاش كيجيو دايرين، بلاتي نزومي لكم، غزالين هادو. الثمن ديالهم هادو شحال دايرين؟ هادو كان 15 درهم حتى هما. شوفوا معايا الاشكال، وعندكم جميع الاحجام من الصغير هو الصغير والمايل الكبير، كلشي كلشي كاين، كلشي كاين، بس صغيرات البس كلشي. ها انتم ها كاين ثاني هادو، هادو رائعين، هادو بحال الشكل ديال بابيون بالنسبه لهادو، ولا سوغيزا، ولا شوفوا على حساب. شوفوا شحال زوينين، زوينين وفيهم النوار والدوغي والارجنتي. ها حتى هما نفس لو بري، حتى هما نفس لو بري 15 درهم غزالين. نوريكم هادو تما باش تشوفوهم معايا. هانتوما ديك المره ما وريتكمش الرموش، هانتوما عندكم تاع عندهم تاع الرموش. الرموش هادو طروادي كيجو طبيعيين في العين. كيفاش كيجو؟ كيجو مني كديرهم السيده كتلبسهم في عينها كتجو بان غير شفران ديولها، ماشي داك لو جور كيبانو اوفر، كيبانو مزيان. لا ما كيبانوش بانها راه دايره، راه دايره شفران. زوينين هادو، بحال هادو شويه عامرين وهادو خفاف. فيهم الارقام غزالين. شحال دايرين هادو؟ هادو كانس 15 درهم. دايرين ثمن اثمنه مناسبه، انا بحال اثمنه ديال الجمله. بحال هادو راه كنبيعهم تقريبا اثمنه ديال الجمله. بالنسبه لهادو راه كيتباعوا 30 درهم في بوتيكات اخرى. غزالين بالنسبه لهاد الطروات. هانتوما البنات اللي بغاو الشفره، اللي بغاو الضفار كاينين حتى هما، كاع الاشكال تاع الضفار. بالنسبه للي بافا، اللي بافا بحال هادو راه لقينا على اقبال كبير، وكاع الناس كيصيفطوا لنا عليها بغاوها. وكاينين الناس اللي كنجاوبهم، الناس اللي ما كنجاوبهمش، اللي ما كنجاوبهمش يسمحوا لينا حتى. راه هادشي اللي كنبغي نقول لكم، راه نتوما لا بالنسبه للبلاكي اوغ، لا بالنسبه، راه ماشي ما كيجاوبوكمش، غير تيكون عليكم الضغط، يكون علينا الضغط. وخصكم تعرفوا انه كتكونوا تبيعوا وتشريوا. دابا بالنهار راه تيكونوا مع الكليان في الليل، تيجي السيد مثلا عيان راه، ولكن مع ذلك راه تيعطيكم وقت. كنجاوبوا، كنجاوبوا بعض الناس في الليل، ولكن البعض الاخر اللي ما كنجاوبوش راه كنحاولوا نجاوبوهم. يعني ما تخصوش تقلقوا، يعني راه واخا يتعطلوا عليكم كونوا اكيدين انه في الاخر غادي يجاوبوكم، يعني راه ماشي ما كيبغيوش يجاوبوا. هذاك الشيء اللي كاين. وكاين بحال هاد الكوماج، هذا راه زوين ولقى اقبال كبير اختي منى. هي ماشي مشكل، هي من الحفله. كاين هاد لو كوماج هذا، فيه لي بارفان بزاف، فيه بزاف ديال لي بارفان. شوفوا كيفاش كيجي، فيه بحال الشكل ديال الحبيبات. هذا فخيز، شمي الريحه ديالو، نشم الريحه، واعر البنات. غنقول لكم فاش كيجبد، تعقلوا على ديك التوفيته اللي كان اللي طيحت لينا كاع كلنا، دارت لينا سوسه بحالها تماما تماما. عرفتي الريحه خطيره ديالها. طبيعي طبيعي، رائعه رائعه رائعه. فيه فخيز، فيه الخوخ، فيه العسل، فيه الكوكو، كل الافوكا، كل شيء. وبنها كاين عندكم حتى الزيت ديال جوز الهند بيو، جوز الهند بيو طبيعيه. طبيعي هذا، هذا شحال داير هذا؟ كيبغيو الناس بزاف. هذا داير لي حنا 50 درهم، 50 درهم ثمن مناسب، 60 درهم حتى 70 درهم. سي فري بصح، حنا ناقصين فيه 50 درهم. وراه لو بو كبير، هانتوما غيهزوا شوفوا قداش. راه لو بو كبير هذا، راه يقدر يدي له حتى 3 شهور ولا 4 شهور. كاين هذا، كاين الهير مايونيز حتى هي بالنسبه للشعر. لا هذه مزيانه ولقات اقبال كبير حتى هي، بغاوها الناس السيمانه اللي فاتت، وكاع الناس كيطلبوا عليها، وكاع الناس بغاوها. الثمن باش الناس كيقول لك ما كتشديش، حيت قالوا لي انا قلت لك الاثمنه، وكتبت في التعاليق قالوا لي الفيديو زوين وما قلتيش انا الاثمنه، انا راه قلت الاثمنه تاع كل شيء. بالنسبه لهذه 60 درهم، 60 درهم. شوفوا لو بو قداش، ها انتم هذه ب 50 وهذه ب 60، شوفوا هنا لو بو قداش. بالنسبه لنا حنا دايرين الثمن، هذا الزيت ديال الكوك، زيت جوز الهند حتى هي غزاله، فيها واحد الريحه زوينه. هاد الناس اللي كيبغوا لبنياتهم الصباح يمشطوا لهم شعرهم، وهذا فريمون زوينه. كاين زيت الحشيش، زيت الحشيش كيبغيوها حتى هي بالنسبه للتساقط ديال الشعر، خطيره. شحال دايره هادي؟ بالنسبه لهادي 25، 25 درهم. زيت الحشيش كيبغيوها بالنسبه للوصفات الطبيعيه. بالنسبه لهاد
فيكتوريا هذه راه لقات اقبال كبير اه بالنسبه غتعجبهم، انا عرفتهم لهذاك اللي غيعجبهم، غتعجبهم لان خطيره. وبالنسبه بالضبط لهذيك اللي درتي انت في الدفء، اه المهم عجباتهم لان عرفتها عجباتهم واحد اقبال. الريحه فيها زوينه بزاف. حاولنا نجيبوا الالوان ديولها كاملين، آه الالوان جميع ديولها لي مزيان، بارفان ديال ديالها الكوكو جبتهم. كاملين جناهم. حتى هي كتبقى نسبه السمك ديال ربع ياك 40 درهم، 40 درهم 40 راه ثمن الجمله، اه فهمتي؟ ثمن مناسب. ثمن باش كتباع الجمله، حنا درنا لها 40 درهم. اللي بغات وجبنا تهلا في الالوان راسها ديالها كامله، وعندها فيها الكونتيتي كاع، الناس اللي بغوها كاع غنصيفطوا لهم داكشي على الجمله. المدن اخرى مثلا مدن اخرى ماشي كما مشكل، قلنا جمله صيفطوا لهم. وتقسيط. جمله وتقسيط. هادو اشنا هما؟ هادوك سيروم ديال اش؟ بول اه الشعر. ديال الشعر. الناس اللي سولوني على السيرومات قالت لي، قالوا لي على قبل السيرومات هما كيبيعوهم. كاين هذا هذاك وكاين واحد اختي منى اللي شي حاجه زوين، زوينه وريه ليا، حيت وريه واحد بعض البنات كيسولوني في التعليق بغيناك تعطينا شي سيروم، انا ما كيكونش عندي يعني. هذا ما وريتوش في الفيديو اللي فات ولكن عاد جبتو، والصراحه وريتو للكليان وكاع الكليان بغاو عجبهم. عجبهم فوالا. هذا هو السيروم، هو هذا ديال هدى بيوتي، هذا ديال الشعر، هذا ديال الشعر. وشي حاجه اللي زوينه نديرك واحد شوي في يدك اختي منى، شم الريحه ديالو، عرفتي ريحته شحال غزاله، بحال ان بارفان مطفي. وشي حاجه زوينه بالنسبه فريمون لهذا زوين. كيفاش كيتستعمل؟ كاع الكليان، هانتوما تشوفوا لا تيكستور ديالو كيفاش كتجي دايره. اها كاع الكليان اللي وريتو لهم ولا عطيتهم شم الريحه واللي داوه وخداوه عندي استعملوه السيمانه اللي فاتت، استعملوه وجربوه، كلشي عيطوا لي وفي. وشي حاجه زوينه غزال. كيتستعمل من مورا مثلا ما كتغسلش سيده شعرها، ولا من مورا ما تصاوبو؟ لا، من تغسل شعرها. من مورا تغسل شعرها تستعمله، يعني ملي كتصاوبو مزيان مثلا، اقبال او كبير الا ما هذا. صوبتوش تيبقى فيه ديك لابغيونس. انت فهمت. وبالنسبه لهذا في اقبال كبير، كاع الناس بغوه. وبالنسبه للثمن ديالو؟ بالنسبه للثمن ديالو هذا 60 درهم. 60 درهم ورا 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 القرعه راه كبيره. القرعه كبيره كبيره راه كتدي. وهاد الجادور اللي وريتك راه حتى هي بشحال هادو؟ باش ما يقولوش لي نسيتي. 80 درهم كلهم. ها انتوما كلهم 80 درهم. انا باينين. وبالنسبه لهادو راه كوبي دول اوريجينال كيتباعو في بوتيك اخرى 130 درهم. 130 ولا كتقول قرعه صغيره. ناقصين فيهم 1050 درهم. هذيك فوريو فوريو الناس اللي كيسولوني حتى هي عليها، عافاك شحال الثمن ديالها؟ راه درت لهم 60 درهم. ها انتوما هي 60 درهم كيمي وفوريو. 60 درهم. 60 درهم كيمي وفوريو. وثمن مناسب وشي حاجه اللي مزيانه، فهمتي؟ هانتوما كاين بحال لي بانسو هادو ما كانوش. هانتوما لي بانسو كامل. غزالين، كتجيب اونسومبل كامل كامل اونسومبل، ياك فيه ديال الوجه ديال الفوندوتان ديال فوق العينين كلشي كلشي، ما تبقاش تسول لا شي حاجه. هانتوما وفيها هذاك الرونجمون ديالها ملي كتكمل كتجمعوا فيها، ما يبقاوش مشتين. شحال الثمن ديالها هذه؟ هذيك بالنسبه لها 130. 130 درهم عرفها شحال؟ شي شحال 20 ولا شحال؟ بزاف راه تقريبا راه شي 20 بانسو ولا شنو؟ والثمن 130، راه كاين اللي كتشري بانسو وحده ب 130 درهم. 130 درهم، لا حنا بالنسبه لنا حنا كنقلبوا على استمراريه. باغيين هما بغاو يكسبوا كليان، وبقى دائما يجي عندكم، يجي عندهم يعني الكليان وتولفوا المحل. ان شاء الله. ان شاء الله. وكاين هادو اللي شفنا ديك المره. هادو اللي شفنا، كاين هاد الموديلات جداد ديال الكوليات. هما كيف ما كتشوفوا معايا. زوينين. الاشكال ديالهم كاملين. انتوما واحد السيده قالت لي واش ما كيجيبوش البيريك؟ البيريك كيكون عندنا، غيكون السيمانه الجايه غيكون صحيح. البيريك غادي يجيبوه ان شاء الله، حيت وريتهم فاش شافوا ديك الاكستنشن بغاو البيريك. لا غيكون ان شاء الله، وغيكون فيه القصير والطويل وكامل. القصير والطويل واللي كيكون مويان. هو البوكلي والسامبل كلشي غيكون. انتوما كيف ما كتشوفوا غنعاود ندير لكم واحد الدويره ثاني خفيفه، لي زاكسيسوار بالنسبه للبنيات ديال الشعر، المكياج، حنا هضرنا على المكياج ديك المره، يعني لي باليت عندهم، لي ماسكارا، لي روج اليفغ، لي غلوس، كلشي كاين. لي ماسكارا كيف عندي ما كتشوفوا هادو مايبيلين، هادو ماشي حاجه اللي مزيانه. وكاع الكليان اللي خداو عندي، خداو عندي السبت اللي فات كاع، عيطوا لي وبغاو وبغاو خدوهم. جاو خداو، حاليا عندي فيهم كوموندات دابا جامعهم الكليان ديال مايبيلين اللي مزيانين. وكتصيفط ليك، صيفطتي للناس من هنا وتا من خارج كازا. ها انتم كيف ما كازا. كتشوفوا معايا، شوفوا بالنسبه لهذا ما كيسيحش. ماشي بحال ما يسيحش. لا مايبيلين وشي حاجه اللي لو بري ديالها مزيان. هذا درت لي 60 درهم. 60 درهم. شوفوا ماسكارا كيفاش دايره عندي، وبثمن زوين وشي تبارك حاجه. الله عليك، داكشي فريمون غزال. وكيفاش مقاد داكشي؟ نعاود نذكر هنا بلي لونتي، لي لونتي عندي فريش لوك. جبتي جاب هاد لامارك تانية. عندي فريش لوك، عندي بيلا، وعندي فريش لوك لي جو طابل اللي كت صافي كديرها وتلوح غير نهار. عندي، وعندي دول شهر، وعندي دول 3 شهور. عنده ديال لي جو طابل كيتخدموا غير مره واحده، عنده ديال شهر، وعنده ديال 3 موا، ديال 3 شهور. وبالنسبه لي بخي كي قلتي لي
معروف بالنسبة للفريش لوك 40 درهم، 40 درهم، بيلا 60 درهم، 60 درهم، والآخرين 25 درهم، خمسة جوج وعشرين طابخ درهم اللي ها انتوما يعني كيستعملوا. تبارك الله، وديما كيبحث، ديما كيجيب لكم الجديد، أي حاجة خارجة في السوق ياكل وصاك عليه شي حاجة تجيبها أي لهم. حاجة يجيبها، راه اه غير الواتساب كيصيفط لنا التصاور كنجيب له أي لعبة، أي حاجة أي يجيب عجبتك، أي أي بارفان أباغ، أي حاجة. أي بحال هكا هاد لي بارفان اللي كتشوفوا معايا، أي برودوي، يكفي أنكم إلا جيتوا عند المحل توصيوه، أولا تصيفطوا لي غير التصويرة ديال صيفط داك لي غير الشيء في الواتساب، راه ياك كتجيب أي كليانة كنجيب لها أي كوموند اي بغات، كوموند أي بغات. كوموند بغات، لا فوالا في لي بارفان، لا في فوندو تاع، لا ريسيلات، لا أي اي حاجة، حاجه أي بغاتها. حاجة بغاتها كتكون. فوالا تبارك الله عليك الحمد السي لله، عز الدين. الله يبارك فيك. غنخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديالو في صندوق الوصف، غنخلي لكم العنوان، الرقم ديال الهاتف باش تعاود تذكروا بهم الا كان الله ممكن، يخليك حيت ما كيشوفوا ما عرفوش صندوق الله الوصف. يخليك. داكوغ، فوالا ذكر الرقم المتابعين. ديالي هو 06 36 39 14 64. عز الدين عاودها اليوم. عز الدين 06 36 39 14 64. فوالا باش تواصلوا معاه، الا قلت لكم بغيتوا اي حاجه، اي استفسار، اي تساؤل، اي حاجه بغيتوا تكومونديوها يعني من عنده او اللي يجيبها لكم، يعني تواصلوا معاه. كاين شنو هي هاد اخر حاجه غادي نشوفوا؟ هاد بزاطم اللي زوينين اه هادو فغير، شفنا ديك المره الصغار ديالهم، شفتي الصغار ديالهم، دابا جبت الكبار ديالهم في هاد الشكل والكبار ديالهم في هاد الشكل، اللي بغى اثنين سامبل، اللي ونص بغى فيه هاد الموتيف ديال المشيشه. وجد في هاد الشكل تاني. اه هو زوين، هذا فيه بحال الشوشه. شكل زوين، هانتوما اللي بغاو يديو مثلا، وريتكم هنا بزاف ديال الافكار ديال الكادوات، الناس اللي كيبغي مثلا شي واحد مثلا اختو، بنتو، مرتو، لوستها، اختها، كتبغي تاخذ لها مثلا كادو، تجي هنايا كاينين افكار ديال الكادوات بزاف بزاف، يعني ما غاديش تحيروا. بالنسبة للسواكات، بنية ديال الصغار، البنيات حتى هما جابوهم، بنية الصغار بحال اه كاين هادو نشوفوهم من برا، هادوك اللبيسات ما شفناهمش. هانتوما بغيت نوريكم واحد اللبيسات فروزن ديال دابا جايه، دابا الحفلات ديال البنيات بالنسبه للمدرسه، شوفوا معايا الشكيلات ديالهم، هادو اللي فيهم كاينه فروزن في اللون الابيض، وكاينه في الزرق، وكاينه في لوغوز غزاله. فروزن بالفراشه، اه كاينه الصايه، اه الصايه ديالها ديالها، والتويج، والتاج، عصا سحريه. اه تبارك الله غزاله. شحال الثمن ديالها هادي؟ هذيك دير 40 درهم. شحال؟ 40 درهم، 40 درهم. ولي طاي؟ كاين اللي طاي؟ لا ستوندار، بالنسبه للي طاي ستوندار، ستوندار. كيلبسوا اي هانتوما معايا البيسه ديال فروزن، فيها قلتي لي صايه، صايه، بوندو، عصا سحريه، وفراشه، والفراشه ب 40 درهم. فريمون غزاله ديال الهمزه ديال اليوم من عند سي عز الدين. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، يعني داك الشيء كثير، فريمون داك الشيء رائع. كريو، اه الاقلام، ها انتم البنيات، بداي جبتي بنتك هنا ما تخرجش لك من المحل. داك الشيء فريمون عندهم غزاله زوين. ها انتم غزاله زوين، هذا خاصك اثمين. تديها وتقولي لها ترد معايا البال باش ما يديوهاش ليها في القسم. غزاله، غزاله رائعه، اثمنه مزيانه. شحال هذا لو بخي هذا؟ 15 درهم. فريمون اثمنه مناسبه، وشكيلات ليهم الزوينين وغزالين. فوالا كنتمنى ان هاد الدوره تكون عجباتكم في المحل، فريمون داكشي غزال. انا كل ما كانش زوين والله ما غاديش زعما نتعمقوا فيه بحال هكا ونديروا فيديوهات، عنده سلعه زوينه واثمنه مناسبه. كنتمنى متابعيني ان هذا الفيديو هذا تكونوا استمتعتوا به. كما العاده كنقول للناس اللي باقي ما تابوناش في القناه ديالي، وبيان سور كتعجبهم القناه ديالي، يتابونا ويفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد. كنتسنى التعاليق ديالكم، لي لايك ديالكم، والاقتراحات ديالكم، وغنقول لكم بسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.